على اول تدريب النهارده الميدو، وعايزين نعرف رايك، شفت التدريب ازاي النهارده؟ شفت تدريب واضح، في منافسه، في حماس، في اداء مميز، ربنا يوفقهم. يعني يا كابتن يا دكتور، يعني قرار نحييكوا عليه ان انتوا بداتوا تلجأوا للشباب وميدو، فعايزين نعرف برضو القرار جه ازاي، هل كنتوا قلقانين او خايفين ان اللعيبه ما تستجيبش؟ لا، خايفين من ايه؟ ما هو ده زميل ليهم وقدوه ليهم، ويمكن اكتر لاعب احترف بره ولعب في اكبر انديه العالم، فالامر الطبيعي ان منتظر انه بيستجيبهم. يعني كان قبل التدريب النهارده كان في قعده مع كابتن ميدو ومع الجهاز الفني، عايزين نعرف اتفقتوا على ايه فيها؟ اتفقنا على ان احنا مساندينهم ومعاهم وبنتمنى لهم التوفيق. هل هيكون في صفقات جايه للفريق ان شاء الله في الفتره اللي جايه لتدعيمه؟ ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. شكرا يا دكتور.